زميل احمد حازم ايضا طارق العشري بيدينا مفاجاه من العيار الثقيل، بيلعب باتنين روس حربه بعمرو جمال وعمرو مرعي وبطريقته كما هي. هنتعرف اكتر على التفاصيل من زميلنا العزيز احمد حازم. مساء الفل ابو حميد، اتفضل. شكرا للزميل العزيز والاعلامي الكبير الكابتن احمد شوبير، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالفعل من هنا من استاد برج العرب ونهائي بطوله كاس مصر، البطوله الاعرق في الكرة المصرية. هنكلم حضراتكم النهاردة عن طبعا نادي طلائع الجيش اللي بيدخل هذه المباراة وهو لديه معنويات كبيرة جدا وبلغة الكرة كده طمعان في المباراة. خليني اقول لحضراتكم ان نادي طلائع الجيش تخطى كل يعني التوقعات وقدر ان هو يوصل لهذه المباراة بعد ما اقصى نادي بيراميدز ونادي الزمالك. كابتن طارق يحيى النهاردة كان ليه محاضرة مع اللاعبين، كان بيتكلم معهم وقال لهم بالحرف تلعبوا من اجل الاستمتاع بكرة القدم، انسوا تماما ان دي مباراة امام النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، وطلب من اللعيبة بالظهور بنفس المظهر او بنفس المنظر اللي ظهرت عليه اللعيبة في مباراة نادي الزمالك. وايضا كان ليه تعليمات لمهند لاشين الديفندر لنادي طلائع الجيش، وكان ظهر بشكل كبير جدا ومهم ويعتبر واحد من اهم اللعيبة اللي بتلعب بوكس تو بوكس دلوقتي في الدوري المصري، وكان ليه تعليمات لغلق المساحات على مجدي قفشة. وايضا ناصر منسي كان ليه ايضا كابتن طارق يحيى كان بيديله تعليمات ان هو هيلعب النهارده طبعا في الخطوط الاماميه بجوار عمرو جمال. ولكن كابتن شوبير في دلوقتي يعني حاجه هنقولها لحضراتكم حصريا، يمكن كابتن طارق العشري عمل مفاجاه في التشكيل، مش هيدفع بناصر منسي ولكن هيدفع بعمرو مرعي. بعمرو مرعي هو اللي هيقوم بدور الشادو سترايكر بجوار عمرو جمال. هنقول لحضراتكم دلوقتي التشكيل الرسمي اللي هيخوض بيه المباراه كابتن طارق العشري، وهو 3-5-2 وهيتحول ل 4-4-2. هيبدا بحراسه المرمى محمد بسام، علي الفيل، احمد علاء، محمد ناصف، زولا، خالد سطوحي، فرانك، مهند لاشين طبعا الديفندر، عمرو مرعي، احمد سمير، وقدام قدامهم مهاجم وحيد عمرو جمال. ولكن زي ما قلنا لحضراتكم ان عمرو مرعي هيقوم بدور الشادو سترايكر وهيكون موجود في الامام لما تتحول الخطه الى 4-4-2. ايضا الاجواء هنا بتساعد بشكل كبير جدا على لعب كره القدم والاستمتاع. في الحقيقه شفنا النهارده السيد مدير الامن بيتفقد الخدمات على جميع المنافذ الخاصه بمحافظه الاسكندريه، بيطمن ان كل شيء بيسير على قدم وساق وبشكل اكثر من رائع. ان شاء الله نتمنى مباراة تليق باسم كرة القدم المصرية بين نادي الأهلي ونادي طلائع الجيش. كابتن شوبير تعود الكلمة عليك مرة أخرى، تفضل. شكرا جزيلا للزميلين العزيزين حسن غنيمة وأحمد حازم من استاد الجيش ببرج العرب. إذا هي مفاجآت بالجملة كابتن طه، بعد ما تعرفنا على تشكيلة النادي الأهلي تاني تشكيلة نادي طلائع الجيش. هي نفس الطريقة تقريبا من وجهة نظر، لكن محللنا هم اليوم الرأي الأخير. بيلعب بمحمد بسام في حراسة المرمى، بيلعب بالثلاثي أحمد علاء وعلي الفيل وخالد سطوحي، بيلعب في الجنب اليمين بزولا أحمد زولا، بيلعب في الجنب الشمال بمحمد ناصف، فرانك ستيفن، وجنبه مهند لاشين، قدامهم أحمد سمير، وراسين حربة من وجهة نظري عمرو مرعي وعمرو جمال.